طيب السؤال اللي جاي ده سؤال سهل جدا لان احنا متكلمين عنه. ماده دلوقتي بتحبوها جدا جدا، ليها فوائد استخداميه جباره، و زي ما بيقولوا من دقنه وفتله من الانسان. هي طبعا بي ار اف. طبعا ايوه طبعا، ايوه سهله قوي طبعا. دي محبوبه الدكاتره يعني، اصل دي يعني سهلت كل حاجه، قصرت الوقت في كل حاجه، عملت النتائج المثاليه. انا باخد من جسم البني ادم حاجه بتاعت البني ادم، بتساعد ان هو يحصل النمو التام، تساعد على نجاح الزراعيه. دي رفعت نسبه نجاح الزراعات بنسبه كبيره جدا، رفعت نسبه نجاح زراعه العظم بشكل كبير جدا. فطبعا البي ار اف دي من اساسيات طب الاسنان دلوقتي.